السلام عليكم، هذه حالة زي ما نشوفه في بياض داخل تجويف الفم. طبعا هذا اللسان في تجويف على اللثة، هذه يقولوا لها ليكوبليكيا، وهذه طبعا يقولوا بالمصطلح الطبي يقول لك بري كانسرز، يعني إذا كان خليناها بدون علاج حتتحول إلى سرطان، عفوا وعافاكم الله. فالمريض يحتاج تحويل إلى جراح فك اللي هو ماكسيلوفيشيال اللي هي فم وفك، أو أحيانا جراحي الـ ENT اللي هم الأنف وأذن الحنجرة أحيانا يديروا فيهم، بس الدكتور لازم يكون متخصص يعني في الأورام، مش يعني أي أخصائي عادي، لازم يكون هو عنده خبرة وفي تخصص في الأورام. تحتاج طبعا علاج بالليزر، و بياخذوا منها ايضا عينه وبيدير سكوب ايضا باش يتاكد ان هي مش ممتده الى داخل التجويف الفم او ان هي وصلت في العظم. فالطلب الطبي يعرف هذه الحاله، هذه اسمها اليوكوبليكيا. بالنسبه للناس العاديين يعني حاجه مش من الامراض اللي انت تشوفها باستمرار يعني، بس للعلم يعني وللاحتياط. شكرا.